خدني معك خدني خدني عالشام خدني معك خدني خدني عالشام خدني معك قبل الضيم ما بتنام خدني معك قبل الضيم ما بتنام خدني معك خدني خدني عالشام خدني معك خدني خدني عالشام خدني معك قبل على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال خدني على بساتين عن هالقالب نمال غيبت عنها سنين وراحت من البال يقسى الزمن ويدين ما بين حين وحين لكن أنا بلادي ما بيلحني لشبيه لو جارت الأيام صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وما كنتوا عم تتابعونا. صار موعد الساعة 9 الصبح على توقيتنا اليومي اللي منطلع عليكم فيه عبر هوا الإخبارية السورية لنروح مع بعض برحلة على مجموعة من المحطات والمواضيع يلي بتهمكم إن شاء الله يا رب. هالنهار بيحمل معه كل الخير والطاقة الإيجابية وأكيد بتتيسر أمور كل الناس وبكل المجالات. تحيتنا أيضا من وجهها ببداية كل نهار وكل دقيقة وكل ثانية لحراس الأمان رجال الجيش العربي السوري. صباح الخير والله يحميكم يا شباب. صباح الخير عن جديد. صباح الخير يا أريس. سعد صباحك. صباحك. صباح الخير لكل من انضم لنا ليرافقنا برحلتنا الصباحية من أرض الشام شامة الدنيا. عم نطلع عليكم مع مجموعة من الضيوف من اختصاصات مختلفة بمحاولة منا لتسليط الضوء على أبرز الأخبار والفعاليات اللي عم تصير بسوريا. ببداية هالنهار بدنا نتمنى لكم نهار سعيد وأيضا منوجه تحيتنا للرجال كان الوطن قضيتهم والدفاع عنه هو بوصلتهم. هم من عاهدوا الله والوطن فصدقوا. رجال الجيش العربي السوري بنقول لهم يسعد صباحكم وصباحكم نصر دائما إن شاء الله. فاصل وبنبدأ صباحنا اليوم. أريج مثل العادة رح نروح على جولة على أغرب وأطرف الأخبار المنوعة حول العالم والبداية من أستراليا ورح تكون المفاجأة يلي فاجأ فيها حيوان الكانجر لاعبات كرة القدم فقد لم يكتفي فقط باقتحام أرض الملعب وإنما تمدد واستلقى أمام المرمى ونجح مدرب فريق بيلكونين من إخراج الحيوان بعد أن استخدم سيارته لدفع الكانجر باتجاه فتحة بسياج بحيط بالملعب بعد ما توقفت المباراة. خلونا نتابع مع بعض. Never commentated a kangaroo race before, but he's got nowhere to go, which is unfortunate for the poor thing. Seems to be quite convenient timing now that the game's at half time. Hopefully, someone can find a way to get him back outside of field. Keep the pitch nice and short, heading in towards the penalty area. Anyway, we're going to take a 5-minute break and have a chat about this afterwards, and hopefully, they've got the kangaroo off the field. Their time at Cameo. I think the ones we're seeing today, Ellie Raymond out there and Katie Munoz of Grace Gill as well. Great camera servants to the game and had their time in the W League and, you know, helping to give them to come into the field of play. Oh, it's just walked past the open gate. Perhaps
perhaps doesn't have triple vision because it's not happening at the moment. Oh dear. رح ننتقل لخبرنا التالي. فقد قرر زوجان بريطانيان من عشاق عالم ديزني لاند جمع كل الألعاب يلي بتمثل شخصيات متنوعة ببيتهم الصغير يلي بتكون مساحته 400 قدم فقط، وأنفقوا بذلك 30,000 جنيه استرليني بأكبر مجموعة لديزني بالمملكة المتحدة. وذكرت صحيفة ديلي ميل أنهما يتعرضان للانتقاد، ولكنها تقول أنهما أطفال كبار مجموعتهم عم تجلب لهم السعادة وأن شغفهم فيها منذ الصغر ظل يكبر حتى قابلت زوجة وشارك حب مجموعة ديزني. مين منا ما بحب يمكن ديزني وشخصيات ديزني لاند؟ شو مهضومة الفكرة أنه هي كتير هي من عشاق ديزني وتجوزت حدا كمان هيك؟ تماما لا، يعني بالفعل انه ما في حدا منا الا ما عنده. انت مثلا لازم تاخدي بحب البينك كتير مثلا الميني ماوس مثلا يعني عن جد بهذا الموضوع بيجلب السعادة واشياء بتتعلق بطفولتنا فبتخلينا نرجع شوي للماضي الجميل. صحيح. اما هلأ ليا وننتقل لخبرنا التالي الذي يعد سباق رويال سكوت للخيول بانجلترا احد اعرق واشهر سباقات الخيول بالعالم، حيث تتنافس النساء كل عام خلال هذا الحدث على ارتداء قبعات غريبة تلفت النظر اليهن. خلونا نتابع هالموديلات الغريبة. مجموعة من المعلومات يمكن تكون غريبة وجديدة للبعض وبنفس الوقت ممكن تكون معروفة. خلونا نروح سوا ونتابع فقرة هل تعلم. معلومات كتير ممكن تمر بيومنا وبنحب نتذكرها، ومعلومات بنجهلها وبنحب نتعرف عليها. هل تعلم أنه كلما زاد وقت الإنسان بالنوم أو وقت استخدامه الإنترنت بدون مبرر كلما دل غالباً على رفضه للواقع؟ وهل تعلم أنه الأشخاص اللي بيحملوا هموم ليست مناسبة لأعمارهم بيزداد ذكاؤهم وحكمتهم؟ وهل تعلم أنه الدولفين بيتمكن من التعرف على أصدقائه حتى بعد 20 عام من الفراق؟ وهل تعلم أنه المبالغة بمدح ذكاء الطفل بيجعله أكثر غباءً؟ ليا بكل يوم حدث جديد بتسجل بذاكرتنا وبيترك بصمة ممكن تشكل فاصلة التحول بحياتنا، فشو الأحداث اللي تركت بصمتها بمثل هذا اليوم؟ لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1954 افتتاح أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية بالقرب من موسكو، وفي عام 1967 تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن، وفي عام 2008 بيل جيتس يتنحى عن منصبه من مؤسسة مايكروسوفت وذلك لرغبته بالتفرغ لأعمال مؤسسة بيل وجيتس، وفي عام 2012 هجوم إرهابي يستهدف مقر قناة الإخبارية السورية ببلدة دروشة بريف دمشق يسفر عن استشهاد 3 إعلاميين، وفي عام 2015 موجة حرب في باكستان تقتل أكثر من 1300 شخص منذ أن ضربت البلاد منذ حوالي نصف شهر، وفي عام 2017 سلسلة من الهجمات الإلكترونية
تجتاح بعض المواقع الرسمية في أوكرانيا. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1927 نصري شمس الدين مغني لبناني، وفي عام 1931 فيلتمان عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1999. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1574 بازاري رسام إيطالي. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. مثل اليوم بعام 2012 استهدف الإرهابيون مبنى الإخبارية السورية بدروشة بريف دمشق، استشهد 3 من زملائنا لأرواحهم الرحمة. فالذكرى ومثل هاليوم منأكد بأنه نحن مكملين أكيد بمسيرتنا، وأنه نحن أقوى من الإرهاب. كلمتنا أثبت من جرائمهم، وإيماننا بوطننا أكبر من حقدهم. والإخبارية السورية كانت وما زالت عين على الواقع. من هنا بدأ الحلم يتشكل، ومن على هذه الأرض راحت الجهود تثمر، وفي هذه الأروقة نسجت الطموحات لتحجز الإخبارية السورية لنفسها مكاناً على قائمة المشاهد ببثها التجريبي. من الإخبارية السورية مشاهدينا نحييكم وإليكم هذا التوضيح، أهلا بكم. لم تمضي أشهر قليلة على البث التجريبي إلا وسجل تاريخ 27 من حزيران من عام 2012 يوما أسود، حيث شن إرهابيون هجوما مركزا على مقر الإخبارية السورية في دروشة راح ضحيته 3 شهداء، سامي أبو أمين، محمد شمة، وزيد كحل، إضافة إلى 4 حراس من المحطة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، بكل فخر أنتم معنا على هوا الإخبارية السورية من دمشق. ليتوقف البث لمدة نصف ساعة ويعود بعدها من مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. إرهاب لم يفقد عزيمة أي شخص، حقده لم يبطئ عزيمة الجميع، وبالإمكانيات البسيطة نفضت الإخبارية السورية غبار وتابعت المسيرة، وبأدوات ضئيلة عملت وبقيت على قائمة المشاهد. الرابع عشر من كانون الثاني من عام 2015 انطلقت الإخبارية السورية على الهواء مباشرة لتطلق شعارها قولاً وفعلاً عين على الواقع. لي أكيد الرحمة لروح كل زملائنا هن باقيين بقلوبنا، ودايما بنقول الإخبارية السورية مستمرة بالكادر الرائع، وتحية لكل العاملين بفريق الإخبارية السورية. أكيد أريج تحية لأرواح شهدائنا، وأيضا هيك الله يحمي جرحانا، يعني بكل أقسام الإخبارية السورية تعرضوا لأبشع أنواع الإرهاب، ولكن استمرينا. الله يرحم الشهداء، وأكيد نحن متابعين بالإخبارية السورية ومكملين أكيد. بالتأكيد لا يا أم. هلأ رح ننتقل لمساحة جديدة، وبكل مجال من مجالات الحياة لابد أنه تكون البصمة السورية واضحة. فبعالم الطبخ وتنوع وغنى الأرض السورية كانت لقمتنا مميزة، وطريقة تقديمها بتدل على كرم الأرض والناس. ضيفنا الشيف محمود فرنجية يلي شارك ببرنامج توب شيف ووصل لمراحل متقدمة. يسعد صباحك شيف. صباح الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب. يسعد صباحك شيف. صباح الأكلات. صباح الخير لكل السوريين المنتشرين بشتى بقاع الأرض أول شيء.
وحبيت هاي البصمة السورية، يعني هيك بحس بحماس بصمة سورية دائما. صحيح. سيف، خلينا هيك بالبداية نحكي عن شغفك يمكن أو حبك لصنع الأكل، وأنه أنت يعني حدا كتير مزاجه عالي وبيتفنن بالأكلات. هلا أنا بحب أكل أكتر ما أسوي أكل صراحة. أنزل. يعني هي إذا إجا حب صنع الأكل بنحب الأكل. ودائما هيك كنا مثلا كل جمعة مثلا تيتي تطبخ لنا ونقعد بالبيت وكذا. ما بعرف هيك حسيت حالي انه ممكن يعني ممكن يصير انه شيف يعني. هي واحده من الشغلات، بالاضافه طبعا درست بالمعهد الفندقي تبع دمار ودرست اداره فنادق، وهذا خلاني انه يعني اتطور اكثر تتعمق اكثر. اكيد. خبرنا اكثر، كيف كانت مشاركتك بهالبرنامج؟ كيف كان التحضير وشو اضافت لك؟ هلا التوب شيف هو يعني برنامج بيعطي شهره كثير حلوه، هي احد الشغلات اللي دخلت عليه البرنامج. كان البرنامج كثير حلو وممتع، سهل صعب بنفس الوقت، في تحديات. التصوير صعب صراحة، ساعات كتير طويلة من التصوير، ما توقعت هيك يعني. يعني قبله مصور على غير قنوات بس انه ما كان لهالدرجة انه في صعوبة بالتصوير، يعني كان في كتير ارهاق. بس صراحة انه كان تجربة كان بالوقت حلوة. بالوقت اللي حطوه بالاختبارات. يعني هون الصعوبة بالوقت بالمواقع منروح عليها في كذا شغلة يعني، عارف شلون. وبعدين نحن عم نصور يعني ضمن ضغط نفسي، مو عم نصور مثل هلا نحن صباح الخير مثلا عم نضحك لبعض. عم نضحك اكيد يعني، انا يعني في مسابقه ممكن اطلع منها باي لحظه. تمام. عم نتابع مقتطفات. صحيح. عم نشوف يمكن السرعه يلي عم تقوم فيها بطهي او بتقطيع الماكولات حاليا. شيف، كان في معك كثير من الشيفيه شيفيات كثار، وكل حدا من بلد، وانت تميزت بالبصمه السوريه. خلينا هيك نحكي، نفوت على الكواليس اكثر، يعني نحن طمعانين انك تحكي لنا اكثر كواليس الشغل. شو هي الشيء اللي ميز انه اوكي هذا الشيف محمود السوري؟ هلا محمود السوري اللي ميزه انه اول شيء ما كان يمثل، يعني انا كنت احكي واقع يعني شلون. ولما كنت بقلب البرنامج انه كاني كنت يعني قاعد بالشغل تبعي او قاعد مع رفقاتي، انه ما كان في كثير انه مركز انا بدي اتناوع الكاميرا او بدي اركز شو بدي احكي او شو بدي اسوي. ودائما اي شيء بيطلع من القلب انه بيكون هو يعني على الطبيعه، يعني انه بيوصل للناس، لانه الناس اليوم بتشوف الواقع ما بتشوف اي شيء مصطنع. هاي هي لا اكثر ولا اقل. ككواليس انا صراحه كنت كثير مبسوط بالتصوير، بوجه تحيه للمخرج تبع توب شيف كمان. مخرج صراحه كثير مبدع، افكار كثير حلوه او بس هيك. طب المواد اللي كنت تستخدمها تميزك انك سوري مثلا؟ كيف بتقلي اخر شيء مثلا او كيف بتعمل او هيك؟ يعني اخر شيء انا اشتهرت بالبرنامج بالكبه صراحه. عندي خبره بكثير مطابخ انترناشونال ايطالي مشكل يعني، بس ما بعرف يمكن لانه الاكله اللي بحبها، قلت لك انا بحب الاكل، دائما الاكلات اللي بنحبها بتزبط اكثر، لانه مو بس بنطبخها يعني مثل ما بيقولوا مبدع فيها. تماما. كمواد لما كنا ننقيها كانت في صعوبة، انه كنا نحن مثلا ننقي مواد من السوبر ماركت. في عنا شغلات محدودة كانت، ما كان كل المواد متوفرة، كل شيء بدك اياه تلاقيه. اكيد. تماما. هلا صعوبة المواد، صعوبة الوقت كمان. اليوم نحن عم نحكي على الوقت، في عندك توقيت، يعني اليوم انا ما فيني مثلا اسوي خروف محشي مثلا بساعتين، ومثلا مستحيل تلاقي ترخوم مثلا ترخوم تحطه مع الكبة اللبنية مثلا. مو مشان التوب لما كنا عم نصور التوب شيف، يعني في كثير اصلا مواد مو متوفره بدبي، بعدين اصلا طعم البرودكتس الموجوده بدبي مو نفس الطعم اللي بتلاقيه هون، يعني مختلف كليا، يعني نفس الاكل اللي بتساويه هنيك الطعم بيكون مختلف، يعني مع انه هي نفس الطريقه ونفس الطبخ نفس كل شيء يعني، بس طبعا طعم المواد طعم اللحم كلهم بيكون مختلف. يعني شيف، بعيدا عن البرنامج، يعني بالاحوال العاديه وقت تتواجد باي مكان، لاي درجه غنى الارض السوريه هي ساعدك بشكل كثير كبير، وخاصه يمكن للشيف السوري انه يكون في تنوع وتفنن يمكن بالاكل والمأكولات السوريه؟ هلا انا بحكي لك كمأكولات سوريه كسوري، انا بعتبر كل واحد سوري هو شيف اصلا، لانه كل العالم تعرف طعم التمه مثل ما بيقولوا، عرفت شلون؟ بقى لحتى في عالم سافرت خلال الحرب وراحت على دول ثانيه وما ما بيعرفوا يشتغلوا اصلا بكشيف او بالطبخ، وصاروا كلهم فاتحين مطاعم وكلهم مشهورين اصلا. يعني هي بتجي ما بعرف يعني بالفطره مثل ما بيقولوا. اكيد طبيعه التربه اللي عندنا، المناخ اللي عندنا، كثير نوعيات الخضرة، يعني كله هذا ساعد انه يعني العالم انه توصل. والشغله الثانيه كثير حلوه يلا هي حلوه مو حلوه، طبعا الله يخلص الحرب ونخلص منها يا رب. انه لما صار في حرب العالم تعرفت على المطبخ السوري اكثر، لانه في عندنا كثير سوريين برات سوريا بيشتغلوا بمطابخ اسمه مو سوري،
ومو معروفين انهم سوريين وهن يعني بالواقع هن سوريين وبيسووا لمطابخ ثانيه. يعني هي الشغله اللي بتزعلني شوي، بس الحمد لله هلا وصل لكل العالم سواء باوروبا او الوطن العربي او باي مكان انه هن السوريين هن يعني اللي عندهم الاساس بالطبخ مثل ما بيقولوا. نعم. شايف محمود، يمكن من بعد الانتصارات اللي حققوها ابطال الجيش العربي السوري بالعديد من المناطق السوريه وخاصه بعد تطهير دمشق بالكامل، اليوم قد ايه بتشجع كشايف حضرتك باستثمارات سياحيه جديده بالبلد يمكن تنقل تجربتك او تتبادلها مع زملائك او يكون في شيء استثمار سياحي ولكن سوري ببلد بلدك سوريا؟ هلا اكيد انا صراحه شخصيا ما بعرف الناس الثانيين، انا كثير مشجع ارجع على سوريا واعمل شيء، وان شاء الله قريبا خلال الفتره الجايه حابب افتح مطعم ان شاء الله بسوريا ان شاء الله. انا يعني بدي اقول لك انا شاهد هلا على شو موجود بالشام. يعني الشام بقول لك رجعت تقريبا 90% مثل ما كانت واحسن. وانا عم بشوف كثير اريحيه بالشوارع، عم بوصل بالشوارع كل يوم وعم بشوف كثير الحمد لله الاوضاع كثير مرتاح. واكيد بدعي كل العالم المستثمرين انه يرجعوا على سوريا لانه مثل ما بيقولوا الخير هون موجود اكثر. يعني وين ما نروح دائما بيقولوا انه الاكل السوري غير، وبالفعل يعني حتى كل محافظه بسوريا بتتميز باكلها، وقت ننتقل من محافظه لمحافظه يعني بيكون الاكل بالفعل شيء كثير مشهي وكله طيب. صح. يعني يعني بتحتاري بين الشام ولا حلب ولا حلب ولا حمص بس كله متخلقوا. انا لا، هي الكبه سوري، الكبه شاميه لا حلبيه. إيه تماما. يعني لأي درجة بالفعل وقت تطلع لبرا سوريا كمان بيكون في يمكن شوي انه قديش لهالدرجة الأكل السوري طيب، وبيقعدوا بيسألوك على بعض الأكلات يمكن السورية اللي ما بتنعمل برا؟ صح. لا، الأكل السوري واصل تقريبا لكل الأماكن يعني، وفي عالم كتير مثل ما قلت يعني انه قالوا انه محمود السوري. يعني سموا المحمود على اسم الجنسية. يعني عرف شلون؟ كتير في عالم بتقول انه الاكل السوري كتير طيب موجودين برا يعني، وانه طبعا بعد ما يدوقوا انه بشهاده يعني، مو انه بس حكي يعني. طبعا هذا الشيء بنفتخر فيه يعني، وان شاء الله لازم نروح على كل المحافظات نتعلم كل الاكلات ما بنعرفهم. اكيد ان شاء الله. ودائما مثل ما قلت تنسب يمكن الاكلات السوريه لغير بلدان. صح اكيد، كون يمكن لمسيطر عليها. مثل شو ممكن تكون اكله يعني سوريه وتنسب لغير بلد؟ بقول لك انا مثلا فلسطين، سوريا، لبنان، الاردن، هن مطبخ متداخل. عارف شلون؟ ممكن شيء من المطبخ التركي يعني. بس في بعض البلدان بيعرفوا يسوقوا اكثر من نحن شو بنسوي. بقى بيكونوا هن دائما مثل ما بيقولوا مثل بالصوره. وفعليا نحن عم نسوي نحن شو بحاجه لنقدر نسوي اكثر لماكولاتنا. لازم نحن نشتغل اكثر على الميديا، على السوشيال ميديا كثير مهم. نحن اليوم يعني نحن اليوم في كثير عالم كثير شاطرين كلهم سوبر ستارز وجزء احسن من محمود فرنجيه، بس اليوم مو مسلط عليهم الضوء، وهن فعليا ما عندهم يعني ما عندهم هالفكره او الخبره انه كيف يسوقوا حالهم. بقى اليوم نحن كثير مهم انه نسوي يعني، يعني اليوم كل الشغل اي شيء ممكن تساويه كله عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الانترنت، هذا شغل كثير مهم يعني. صحيح. وكثير لازم نهتم نحن كمطبخ سوري بطريقه التقديم، باكجينج. اليوم اي شيء نساويه كثير مهم يعني، هو الطعم كثير مهم مثل ما بيقولوا، بس مثل ما بيقولوا العين تاكل قبل التم. اليوم طريقة التقديم، نوعية الماتيريال اللي بنقدم فيها الأكل كثير مهمة. هي احنا بينقصنا يمكن شوي تقنية الزينة، زينة المأكولات كزينة، بده يكون زينة طبعا ضمن معايير، مو أي زينة بس نحط أي شيء إنه زينا الصحن. مثلا نقول بالتيك أواي أو بالدليفري لازم طريقة التقديم، طبعا شكل الكرتونة، اللوجو كيف محطوط، كل لازم يكون هذا كثير مهم يعني، شو بيمشي مع الدليفري، كثير شغلات مهمة هي لسه تنقصنا هي صراحه بسوريا. بس اكيد هلا شوي شوي ان شاء الله تزبط ان شاء الله. ونحن اكيد بنلاقي اهم المطاعم العالميه شيف دائما بيكون هو سوري. محمود يعني مش عم يقولوا كثير حكي على السوريين. لا طيب بيكون سوري صح. خلص ما غير اكل سوري. مثل ما قلت بيقولوا انه طعمه العين قبل الدم، ودائما يمكن المده الصفراء وال وبروتوكولات التقديم المأكولات يمكن هي 50% من نجاح ال صح. الانطباع الأول دائما الواحد بشوفه. خلينا يعني نحكي شايف محمود شو بيتميز مثلا، شو هيك شو فيني أنا أشوف شيء صحن وأقول إنه شايف محمود عامله أو هيك بدي أعرف. هلا هذا ما فيني أشرحه بالحكي طبعا أكيد يعني، إنه لازم بتطبيق دوقي له وعدك دوقي. هلا أول شيء شكل الصحن اللي عم نقدم فيه، الماتيريال تبعه نوعيته تكون منيحه. احيانا بتلاقي عندك صحون هي مزغرفه مثل هالكراسي اللي قاعدين عليها. يعني لو ما حطيتي لها شيء شكلها خلص بيعطيكي انه الستايل تبعك كيف هو، انه شيء شرقي مثلا.
يعني اليوم انا ما فيني اعمل مطعم مثلا اعمل ديكوره مثلا فرنسي او كلاسيكي وحط فيه اكل عربي، حط اكل شرقي صح. يعني هذا الشيء يعتبر من طريقه التقديم. يعني انا كنت عم بفتر كثير على مطاعم بالشام، يعني في مطاعم يعني كثير انه ماتشنج مع بعضها، في مطاعم انه مو كثير ضابط، عارف شلون؟ يعني لازم دائما ديكور المطعم يلحق الاكل اللي عم نقدمه اليوم. طريقة تقديم الصحن، ما فيني احط اليوم انا صحن مثلا مقدم فيه لنقول اكل هندي وحط فيه مثلا حمص او محمره او الشغله، هي طريقه مش هيك. عم بقول لك لازم يكون مبني على اسس. شو الاكلات اللي تميزت فيها بالبرنامج؟ اكثر شيء هو انشهرت في الكبه. غير الكبه الرافيولي الاكل الايطالي، شو كمان ساوينا؟ صيني مشكل، ساوينا كثير شغلات. يعني ساويت كل تقريبا شيء 20 تحدي واختبار. يعني اي اكثر شيء هيك كان اطيب شيء؟ والله كلهم طيبين، كلهم طيبين. ما حدا بقى زيت عكير. لكن انت يمكن شيف، انه اكثر شيء يمكن بتحب تشتغله وبتحب تطبخه وبتحس حالك انك بالفعل بتبدع فيه؟ لا اكثر شيء صراحه انا الاكل الايطالي، لانه الوقت ما كنت اصلا بسوريا، يعني كنت اشتغل كمان مطاعم ايطاليه وطلعت على دبي على السعوديه، كمان كنت مطاعم ايطاليه لفتره طويله. بس بشكل عام يعني انا هلا بعد الوقت اللي اشتغلته يعني صرت يعني ما في شيء معين. تماما صار كل شيء. لكن يمكن بالاضافه للارض الغنيه السوريه بالمنتجات وبالخضروات وبالفواكه، دائما بيتميز الطبق السوري وين ما راح. شو اللي بيميزه عن غيره؟ هلا الطبق السوري كان نحكي بسوريا كبسوريا، اول شيء في مثل ما حكيت في عندك المواد المستعمله، الطعم بتيجي اخر شيء صراحه طريقه التقديم. بقول لك اياهم بالترتيب، يعني كطعم مواد طريقه التقديم. هلا اكيد بيميزه بيختلف من مطعم لمطعم او بتختلف من شيف لشيف. كبرا برات سوريا، برات سوريا بشكل عام كل المطاعم السوريه عم تكون مميزه. يعني اعطيك مثال، نحن قبل الحرب لما كنا بالامارات ما عندنا شيء اسمه قشطه. القشطه بنحطها على وش المدلوقه، هي مو متوفره. يعني كنا نساوي نجيب حليب، نفرط الحليب مثل القريشه مثل بيقولوا، ونحط له شوية كريمة وشوية مثلاً عسل أو سكر ونساوي مثل القشطة. يمكن معظم البيوت بيعملوا هالطريقة. بس نحن القشطة النية اللي ناكلها من السوق ما بتكون مثل هاي القشطة، بتكون بيجيبوا الحليب وبياخذوا القشطة تبعه وبيضلوا بيصفوا فيها. لأنه نحن لما بدبي ما بنساوي هالطريقة، لأنه بيعتبروا إنه الحليب إنه ني ممكن يعمل جراثيم أو شيء شغلة. بعد الحرب صار في عنا كتير محلات موجودة بالشام طلعت على دبي وعلى الإمارات. صارت تساوي قشطة بالضاهي يمكن سوريا. والله شكلك جوعانة على الأغلب. سردت أنا على الخيال هيك راح سردت بالأكل. شيف محمود، خلينا نحكي يمكن شو أكثر الناس اللي يمكن كنت خايف أو مرعوب منهم بالبرنامج؟ هلا أنا لما رحت على البرنامج صراحة ما بعرف، كان عندي يقين إنه ما راح أربح. هيك يعني إحساس يعني. بس مثل ما قلت لك انا رايح اول شيء انه مشان العالم تعرفني وسوق حالي مثل ما حكيت لك على التسويق. خوف صراحه ما كنت خايف من اي حدا، يعني كل المتسابقين انه اوكي بحترمهم وبحبهم وكلهم شاطرين. يعني اكيد ما حدا وصل على التوب شيف الا كلهم شاطرين، بس ما كنت حاط ببالي حدا. واخر شيء بالنهايه هي المسابقه كثير فيها، يعني شلون بدي اقول لك، هي بتعتمد على الصبر، بتعتمد على الحظ، بتعتمد على الشطاره وعلى السرعه وعلى الذكاء. يعني بالنهايه يعني ممكن واحد يكون كثير شاطر بالاكل بس ما بعرف، عنده تقنيات التدبير السريع او صارت معه مشكله، لانه احيانا ممكن طفى الغاز ما اشتغل الغاز، احيانا ما لقيت الماده اللي بدك اياها. يعني بيصير انه كثير مفاجآت، مش هيك؟ هو العالم تنشد لانه انت على طول في عندك اكتيفيتيز بالبرنامج. شفنا شيف محمود وقت طلعت بالحلقه اللي خرجت فيها من البرنامج كان في دموع للجنه التحكيم، ليش؟ شو السبب؟ المحبه الزايده. هيك. لا كان صراحه لانه احنا بعد انا تقريبا ضليت 3 اشهر صور. انه اكيد الواحد بعد بيقولوا بتاخذ صاحب الا بعد قتله مثل ما بيقولوا، يعني شغلنا كل يوم عم نشوف بعضنا وركض وكذا وحكي حلو اجواء، يعني اجبار الواحد بيتعلق، يعني لو شخص ما بتعرفيه بتعلقي فيه. هلا شيف منى هي دائما حساسه، عرفت شلون؟ تبكي، بوجه لها تحيه طبعا. هلا شايفونا بشكل عام هي بتبكي تقريبا على كل المتصابين، بتزعل بتضايق عليهم، وهي البنت الوحيده بلجنه التحكيم.
وبس هيك يعني زعلونا هلا. اكيد نحن بنتمنى لك كل بكل خطوه تكون فيها انجح وانجح، ويمكن هيك شو بتحب توجه كلمه لبلدك سوريا اللي رح تفتح فيه شغل جديد؟ شو بتحب توجه يمكن لابناء سوريا يلي رفعت لهم اسمهم باحد البرامج وبكل مكان تواجدت فيه؟ هلا انا صراحه حابب اوجه تحيه لك مثل ما حكيت لكل السوريين الموجودين جوات سوريا وبرات سوريا. بتمنى ان شاء الله البلد عم تحسن اكثر واكثر. كل العالم مسافر ومفكره انه في حرب وفي مشاكل، انا بقول لكم انه صراحه ما في هالمشاكل موجوده على ارض الواقع. ان شاء الله بس تحسن المعيشه اكثر وترخص شوي الاسعار. بوجه تحيه لكل اللي متابعوني على الانستغرام، على السوشيال ميديا، على اي سوشيال ميديا اللي دعموني، وتحيه لاهلي وتحيه لبابا وتحيه لكم. صار معي من جمهور هلا. يلا نحن ناطرينك بالاكلات الطيبه انا وياك. يلا لازم تعملوا دايت من هلا. ما بنسمع نحن ما تحكي. نتمنى لك كل التوفيق بكل خطوه مقبله عليا شيف محمود، وشكرا لوجودك معنا اليوم ببرنامجنا الصباحي. ميرسي، انبسطنا كثير بوجودك، موفق يا رب بكل خطوه بتعملها. يا رب. سعد صباحك. اما هلا ليا رح نترافق بجوله على اهم الاحداث الثقافيه بسوريا والعالم، وخبرنا الاول من سوريا وتحديدا من كنيسة سيدة دمشق اللي احتضنت محاضرة بمناسبة صدور الطبعة الثانية من كتاب البطريرك الرابع معود بطريرك العرب للباحث إليان خباس. تفاصيل أوفى رصدتها كاميرا الإخبارية السورية برفقة زميلنا رامي بداوي. بهذه الكلمات المسجلة افتتحت المحاضرة التي حملت اسم البطريرك الراحل الياس الرابع معوض بطريرك العرب في كنيسة سيدة دمشق. عادة نقف أمام بعض الشخصيات ولا سيما الدينية، نصفها بكلمة ونكتفي ونترك ما تقول وما فعلت وما التزمت به طوال سنوات، وهذا ينطوي على جهل بتاريخنا. اليان فعل العكس، غاص في تاريخ البطريرك الياس الرابع معود، وأراد أن يظهر لنا ما كانت تنطوي عليه هذه الشخصية على الصعيد الديني وعلى الصعيد العروبي من أبعاد نحن اليوم بأمس حاجة إليها. أشكر اليان لما فعل، وأتمنى على الكثيرين من أبناء العربية أن يطلعوا على الكتاب القيم الذي أصدره مع أصدقائه. نجتمع اليوم في ذكرى انتقال المثلث الرحمات البطريرك الياس الرابع معوض، وعلى مرور 39 عام على انتقاله للأخدار السماوية، وبمناسبة صدور الطبعة الثانية من الكتاب الذي أعددته عن صاحب الغبطة. والمناسبة أنه في إقبال كتير على طلب هذا الكتاب. اليوم في عنا حديث عن البطريرك المرحوم الياس الرابع يلي أطلق عليه لقب بطريرك العرب في مؤتمر لاهور بالباكستان، وكان أول بطريرك عربي يطلق عليه هذا اللقب. هذا البطريرك أمضى فترة ليست طويلة بالمركز البطريركي من عام 70 حتى عام 79، وإنما كانت المرحلة اللي جلس فيها على بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس كانت ملأة بالعمل الدؤوب والنشاط، وخاصة في القضايا العربية وفلسطين بشكل خاص. المحاضرة تأتي بمناسبة الذكرى 39 لرحيل البطريرك معوض، الذي أكد عبر حياته على عروبة القدس ومقاومته للاحتلال الصهيوني لتبقى رسالته حاضرة في وجدان الأجيال عبر الزمن. الأحرار هم الذين قيدوا شهواتهم ونجموا أهواءهم وخرقوا أنانياتهم.
خبرنا التالي مع فعاليات هيئة التميز والإبداع والأمانة السورية للتنمية التي تقيم المناظرات الثقافية المدرسية للعام 2018 يلي بدأت بالمحافظات وصولا إلى النهائيات التي تقام مركزيا في دمشق. تفاصيل أوفى من تابعة بكاميرا الإخبارية السورية. تستمر هيئة التميز والإبداع في مشاريعها العلمية والثقافية لاكتشاف التميز لدى جيل الشباب، واليوم تأتي مسابقة المناظرات الثقافية التي تقيمها الهيئة والأمانة السورية للتنمية ضمن مشروع فكري شبابي جديد لتحقيق ما هو مفيد للأجيال القادمة. دخل على هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، مع وزارة التربية، مع مركز دراسات والبحوث العلمية، مجموعة جهات شريكة بهالمشروع عم تشتغل حتى نقدر نقلع فيه. مثل ما شفتوا هي عبارة عن طرح أفكار جدلية، فريق دعم وفريق إثبات وفريق نفي. كل حدا لازم يبذل، حتى لو ما كان مقتنع هو بالفكرة، لكن لازم يبذل قصارى جهده حتى يقنع الطرف الآخر أو لجنة التحكيم بهالفكرة هاي. جهات شريكة كتير اشتغلت بهذا المشروع، إن كان مثل ما ذكرت الأمانة السورية أو وزارة التربية أو المركز دراسات والبحوث. أنهت هيئة التميز والإبداع التسجيل العالمي للمشاركة في المسابقات على المستوى العالمي للعام القادم إن شاء الله. مثل ما شفتوا جمهوره كتير كبير، استطعنا الخروج من الاختصاصات العلمية والعلوم الأساسية المحضة باتجاه العلوم الإنسانية، وهناك أيضا أفكار جديدة إن شاء الله عد غير المناظرات الثقافية. في الواقع هذه المسابقة تعتمد أو تهدف إلى نشر ثقافة الحوار والتواصل لدى النشأ، وتنمية مهارات الإقناع والحوار بمعناه العريض المدعوم بالحجج المدعوم بالأساليب العلمية. مشروع المناظرة هو مشروع مشترك بين الأولمبياد السوري والأمانة السورية للتنمية كمنارات. الفكرة من المناظرة اليوم نحن توجهنا بهي المرحلة لطلاب المدارس، دربنا تقريبا 400 طالب بثمان محافظات على مبادئ المناظرة اللي بتقول انه كيف هن بدهم يحضروا لرأي هن بدهم يتبنوه ويدافعوا عنه، كيف بدهم يسمعوا الرأي الآخر، والأهم من كل هاد كيف بدهم يشتغلوا كفريق وكيف بدهم ينجحوا كفريق. التجربة كانت كتير مميزة للطلاب وكتير حبوها. بالأول رحنا ما توقعنا هالإقبال الكبير، بعد ما نزل الإعلان توقعنا حيكون المشاركين 10-12 طالب، العدد كان 59 بالمدرسة اللي أنا كنت فيها. بعدين طبعا صارت عدة يعني بعد التدريب صارت عدة تصفيات ضمن المدرسة، لحتى آخر شيء اختارينا من فريق مكون من 5 طلاب، وكتير كانوا مبسوطين وعاشوا تجربة كتير رائعة. يشارك في المناظرة الثقافية المدرسية الراغبون من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من مدارس المتفوقين في المحافظات السورية، إضافة لطلاب المركز الوطني للمتميزين. مشاركة بالمناظرة منافسات المناظرة لعام 2018، ومن جهتي بقول لكل الأجيال اللي جاية، لأي جيل جاي ورح تنعرض عليه الفرصة، أبدا ما تترددوا، حتى لو ما عندكم لغة جسد وما عندكم إلقاء ما عندكم أفكار، المناظرة رح تطور كل هدول. أنا من أول يوم شفت بوست المناظرة إنه على صفحة الأولمبيات، فوراً قلت أنا بدي شارك، بدي يكون هون. فبس إجيت أشارك في كتير عالم قالوا إنه هذا مو محلك، إنه ما رح يطلع معك، عندك خجول، صوتك ضعيف. فأنا هتل كلهم تركتهم، سكتت مرتة، تركتهم بقلبي وقلت أنا شهراً بورجيكم. فأنا هلا كتير مبسوط إنه وصلت لهون، وإذا بدك مكمل بوست تفوز بالنهاية. المناظرات الثقافية خطوة جديدة مهمة في بناء ثقافة الرأي العام والحوار لدى جيل الشباب لبناء مستقبل سوريا المشرق. وتحت عنوان سوريا أمل الماضي وعراقة الحاضر، اجتمع 25 فنان تشكيلي سوري ونحات من مختلف المحافظات السورية ضمن ملتقى جرمان الأول للنحت على الحجر الذي انطلق يوم أمس ويستمر لمدة 15 يوم. تفاصيل أكثر عن الملتقى بمادة التالية لرصدت هالفعالية زميلتنا نيرمين عمار. We'll be right back.
الملتقى هو انه انا كمواطن بحب الفنانين، انا صح بشوف بحضر معارض او بحضر شيء، فبشوف انا كيف هذا النحات عم يخرج العمل، هو بتكون قطعه حجريه او خشب الى اخره، فكيف صارت معه هاي؟ فانا بكون عم تابعه. هاي وحده. اثنين، هذه القطعه النحتيه يلي حجريه او شيء، هي افضل شيء يوضع في المدن، ان كان حدائق ولا شارع ولا ساحه ولا شيء، لانه هي كتله جماليه موجوده في هذه، في هذا بضل بيتعود عليها الانسان، لانه الفن التشكيلي بصراحه هو ثقافته اكثر من 60% نظريه. ان تعود دمشق بعد الحصار وبعد الحرب تقلى بملتقى نحت، هذا له مدلولات كثيره على الصعيد السياسي، على الصعيد الثقافي. ما يعنينا ثقافيا ملتقى في جرمانة، جرمانة التي تمثل سوريا حقيقة، هو إعلان عودة بدء الحياة من جديد، عودة بدء أعمال. نحن نعمل أعمال صح أنه تنزينية، بس نحن راح نرسخ ذكرى سوريا وذكرى أمجاد سوريا وذكرى نضال سوريا، فكلنا كل الفنانين طبعا عم يشتغلوا هون بالأعمال اللي عم تنبع من ألم النحات، من ألم الفنان. فنحن أعمالنا طبعا راح تكون ما بعرف كيف راح يوزعوها طبعا بالبلدية، بس كلها أعمال تعبيرية عم تعبر عن الحالة اللي السوري اللي عايش فيها. ليا تعتبر مرحلة اليافعين من المراحل العمرية الحساسة التي تحتاج الرعاية والاحتضان، وانطلاقا من أهمية أن يلعب كل فرد في سوريا دورا فعالا في بناء سوريا الحضارة والمستقبل، أقيم في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق فعاليات مؤتمر اليافعين السوريين الأول الذي أقامه ملتقى اليافعين السوريين تحت عنوان لقاء وارتقاء بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. أريج، شارك بالملتقى 150 يافع سوري مما يمتلكون روح المبادرة وفي جعبتهم الكثير من الأفكار الخلاقة، وذلك على مدى 3 أيام تخلل العديد من الأنشطة الفنية وحلقات النقاش ومجموعة العمل والحوار. لنحكي أكثر عن مخرجات هيدا الملتقى بسرنا نرحب بالأستاذ نزار يارد مدير الملتقى الأول لليافعين. صباح الخير أستاذ نزار. يسعد صباحكم، صباحكم سوري. أهلا وسهلا فيك أستاذ نزار. بالبداية خبرنا كيف تم التحضير لهالملتقى وليش اخترتوا هالشريحة العمرية؟ تمام. الحقيقة بداية أول شيء بشكركم على هاللقاء الحلو. أهلا وسهلا. نحن بالأساس انطلقنا السنة الماضية وطلعت مع حضرتك يمكن حكينا عنه، حكينا بملتقى شيء اسمه ملتقى اليافعين السوريين. فكانت مرحلة الانطلاقة لنقدر نلاقي بصمة أو أثر إيجابي فعال لليافعين السوريين بسوريا، لنخلق لهم مساحة حرة ليعبروا عن حالهم من خلال شيء اسمه ملتقى اليافعين السوريين، شعارنا الوطني هوية وانتماء. هلأ بعد نجاح مرحلة الانطلاقة فصار لابد من مأسسة العمل، لأن مؤسس أي عمل أو أي مؤسسة أو أي تنظيم بده مؤتمر تأسيسي، بده مؤتمر تجمعي الأركان الرئيسية له ويطلع بمخرجات وتوصيات لحتى تقدري تكون في له هيكلية، يكون في له هوية. انطلاقا من هون ففكرنا نعمل مؤتمر اليافعين السوريين، حطينا له شعار لقاء وارتقاء، لنكون لحتى نلتقي مع بعضنا ونرتقي بأفكارنا وبأحلامنا وبآرائنا، وخاصة مرحلة اليافعين هي مرحلة المراهقة الرئيسية، خلينا نقول الأولى والثانية، وهي بتشبه عمرهم تشبه اسمهم، وكلمة مراهق بتعني الذي يبحث عن الهوية، وكلمة راهقة الفعل راهقة هو الشخص الذي يبحث عن الحلم. فهدول الشبيبة الواعيين اليافعين اللي نحن بنحبهم وبنعتبر أنه نحن بحاجتهم، بحاجة أفكارهم لنقدر نكون فعالين بهذا البلد، بدنا ياهم هن يجوا يعبروا عن مكنوناتهم، عن زواتهم، عن دواخلهم، يحطوا أفكارهم، شو استثمار طاقاتهم، نستفيد من طاقاتهم. ونحن خاصة عم نمرق بمرحلة جديدة بسوريا هلأ،
بنعيش هاللحظة الحاضرة الأساسية لأننا ننطلق إلى مستقبل جميل ونستفيد من الماضي اللي نحن كنا موجودين فيه. فلقينا أنه لابد من هذا المؤتمر ضمن ثلاث محاور عمل رئيسية. المحور الأول هو لقاء حواري، بده يكون في عنا محاور حوارية ضمن طاولات حوار، فلحتى أنا أقدر حدد اللقاء الحواري وحط محاوره بدي أعمل سبر مع اليافعين بسوريا. فعملنا شيء اسمه المنصة الإعلامية لليافعين قبل بكذا شهر، بثلاث أربعة شهور، ودعينا كثير من اليافعين وسجلوا فيها وشاركوا معنا بحوارات. انطلاقا من الحوارات اللي شاركوا فيها معنا طلعنا بمحورين رئيسيين من خلال الفلترة اللي صارت. المحور الأول مرتبط بالمدارس والمناهج المدرسية ودور اليافعين بتطوير مدارسهم. يعني نحن الغاية مو نحن ننتقد قد ما نحن نكون شركاء بالبناء. ما بدنا ننتقد من أجل النقد، بدنا نحن إذا نقدنا لازم نوجد بعد النقد حل ونكون شركاء. فكان المحور الأول دور اليافعين بمدارسهم وخاصة بمجالات تطوير المدرسة كأبنية، وبنفس الوقت تفعيل المبادرات المدرسية من خلال ما يسمى التربية اللاصفية هل هي بحاجة لتطوير كتير كبير بسوريا، وبحاجة مدارسنا لهالحصص هاي طبعا. والمحور الثاني هو محور مرتبط بالجمعيات والمنظمات المدنية اللي موجودة بسوريا. بتعرفوا انه خلال الحرب اللي صارت على سوريا كتير طلع جمعيات وتجمعات الى اخره، ولكن للأسف بقول انه الغالبية العظمى منها راحت منحى العمل الخيري أو الإغاثي أو خلينا نقول الخدمي. ما كتير لقينا جمعيات تعنى بالتنمية وتعنى باليافعين تحديدا وتلاقي لهم دور فعال، لأنه هن شريحة كبرى كتير كبيرة بالمجتمع السوري وعندهم إبداعات فكرية مخيفة يعني رهيبة. فكمان كان عنا محور الثاني شو دوري أنا كيافع مع هاي الجمعيات وكيف بقدر فعل هذا الدور وانطلق من خلاله. فانتقينا هدول المحورين. هلأ ونوجدوا دول المحورين باليوم الأول. طيب أنا بدي أحكي عن المدارس، بدي أحكي عن المجمعيات، لابد من شخص مسؤول حاوره بهذا الخصوص. فكان اليوم الثاني حوار مفتوح مع مسؤولين مدارس. طبيعي بدنا يتكرم علينا التربية. وزير التربية وطبعا ويتكرم علينا ودعينا وبكل رحابة صدر. أنا الحقيقة بدي أتشكره عبركم لأنه كان رائع جدا وكان تفهمه واستجابته فظيعة. فكان وزير التربية موجود، فكان لابد من حوار مفتوح بين السيد وزير التربية وأولادنا اليافعين اللي كانوا موجودين. بالنسبة للجمعيات كان في عنا ممثل عن الأمانة السورية للتنمية، رئيس كشاف سوريا، بالإضافة إلى اثنين سيدين أعضاء مجلس الشعب، السيد معن عبود مشكور عضو مجلس الشعب، والسيد طريف قوطراش كمان مشكور عضو مجلس الشعب، واثنيناتهم يعنوا بالشباب بمجلس الشعب والرياضة تحديدا. تعرف وتواجدهم كتير مسؤول ملف الشباب، واستاذ طريق قوطراش الكوتش اللي نحن بنفتخر فيه هو يعنى بالرياضه. فكان في هذا الحوار مباشره لمده 3 ساعات تقريبا، وكانوا مستجابين جدا بهذا الموضوع، لقدرنا نخرج ببعض التفاصيل الايجابيه والحلوه. اليوم الثالث كان شغله جديده من نوعها. لا بشكل عام مؤتمر كله لاول مره بكل المنطقه بيصير يعني. كله فيه شيء جديد. اليوم الثالث من كان في عنا مؤتمر صحفي. الحلو فيه انه اليافعين هن اللي عملوه، يعني مجرد أني قدمتهم وهن صاروا مع الإعلام بشكل مباشر عم يجاوبوا على الأسئلة وسحروني بأجوبتهم وأفكارهم بدون تحضير بدون شيء. كان عندهم سرعة بديهة، كان عندهم تواصل، هذا بنم عن الفرح والانتماء الحقيقي للبلد. نعم أستاذ نزار، يمكن خلينا هيك نحكي عن هذا الملتقى الصحفي، أو خلينا نحكي عن تماسك المباشر مع الشباب اليافعين. شو هي يمكن الثغرات أو شو هي القصص السلبية يلي عم يعانوا منها هاي الفئة العمرية من الشباب يلي يمكن رح تتجاوزوها سوا بالتعاون يمكن مع بعضكم البعض؟ هلا انا بطبيعتي ما كثير بحب اذكر شيء سلبي دائما، بحب دائما انطلق من الايجاب. حسيت انه كله ايجابي. بحب دائما انطلق من الايجاب. نحن دائما بندرب اولادنا خلال عملنا الطويل بالمجال التربوي، خلينا دائما نفكر تفكير ايجابي وما ننتقد من اجل نقد مثل ما حكينا، وما نشوف الامور السلبيه مثل ما هي. بدي اشوفها اجباري انا لاقدر احكم عليها ونظمها ليكون عندي بيكون عندي شيء اسمه التفكير الناقد الحقيقي لاقدر حلل هي المشكله. لانتقل بعدين بالتفكير الابداعي الموجود عندي لاقدر حل هي المشكله او لاقي بدائل. هدول نحن بدنا ندرب اولادنا عليهم كيف يفكروا يتحولوا من التفكير الناقد الى التفكير الابداعي. لحتى يصير عندنا هي المنظومه الفكريه فبيكون عندي روح. الأول شيء في شيء اسمه التحليل الذاتي، تحليل المشكلات،
كيف نقدر نشوفها من كل أبعادها، يكون عندي تفكير خارج الصندوق لأقدر لاقي الحلول، تفكير الإبداعي. والإبداع هو أن أفكر بطريقة مختلفة، ما بدي أفكر بطريقة نمطية روتينية. وهذا كان صراع اليافعين مع مدارسهم، وهلأ نحن استبشرنا خير أنه مدارسنا بلشت تطلع من الطريقة التلقينية وصار يفوتوا بشيء اسمه التعليم التفاعلي، يعني التعليم تعليم التعلم خلينا نقول. هذا كان أكثر شيء عند اليافعين اللي بيشوفوه هن سلبي إذا أخذنا بالمعنى الكلمة، إذا أخذنا الكلمة مثل ما هي، ويا لازم يتحول إلى إيجاب. أو خلينا نقول في عنا نقاط ضعف لازم نساويها نقاط قوة من خلال مهاراتنا وقدراتنا. فهذا أكتر شيء، بل أكتر شيء أكتر شيء تم التركيز عليه. التركيز هلأ هنين كتير ركزوا أول شيء على دورهم بالمدارس، أنه نحن لازم نعمل شيء. يعني أعطيك مثال، نحن بعد الحرب بسوريا في كتير مدارس تدمرت وراحت أو انسرقت أو تعرفوا شو صار، ما حدا غريب عن الموضوع يعني. طيب في عنا وسائل إيضاح بالمدارس راحت، واليوم نحن دائما عنا الدولة السلطة الدولة السلطة. طيب نحن وين دورنا كشعب كمجتمع؟ ونحن جزء من الدولة، ما لنا بعيدين عنا، فما بدنا كل شيء نحمله يا دوب هالسلطة الله يكون بعونه هيك نقول لهم. يعني عم يقدموا الإغاثات وعم يقدموا الدعم، والناس بدها تاكل وتشرب كمان، في ناس تركت بيوتها تدمرت بيوت. طيب انا وين دوري ضمن هالمنظومة كيافع؟ ما فيني انا صنع مع رفقاتي نعمل مبادرات نعمل وسائل إيضاح بمدارسنا؟ ما فينا نكون شركاء بتجميل مدارسنا؟ ما فينا نقدر نصلح بلور ونصلح شباك ونصلح باب ونصلح الى اخره؟ ما فيني انا طيب اذا في مدرسه اطفال جنبي اقدر اعمل لهم انشطه لا صفيه وشارك السلك التدريسي اللي موجود عندنا التعليمي على اني يكون شريك معه وفعال؟ بقدر ولا ما بقدر؟ طبعاً. بالصيف فيني اعمل كتير امور معينه. فنحن نبحث عن دور، وطبيعة اليافع هو شخص بحالة بحث دائم، ودائما بده هو متمرد على القانون إذا بدك بالمعنى الحرفي للكلمة. هو بيحب القانون اللي بيعطيه طاقة واللي بيخليه يفعل أدواره ويفعل حقيقته. أستاذ نزار، ذكرت لنا أنه يمكن تفاجأت شوي بمشاركين بالملتقى أنه كان تفاعلهم كتير كبير مع الوسائل الإعلامية بالمؤتمر الصحفي ومع الصحفيين، لكن اليافعين اليوم شو اكتسبوا مهارات من خلال مشاركتهم بهالملتقى؟ كتير حلو هالحكي. هلأ المهارات اللي قدروا فعلوها اللي موجودة جواتهم قدروا يلاقوها جواتهم وطلعوها. نعم. لأنه نحن دائما بنقول نحن ما منعلم حدا، نحن بنكتشف. هي مو اكتساب، هي تطوير. يعني نحن كثير ناس بيقول لك علمت زرعت، لا بنزرع ولا بنعلم ولا بنساوي. نحن كل ما هنالك بننظف الطريق قدام، ونحن عمال نظافة لانه بننظف لهم الطريق، بنقول لهم انتم هذا شيء جواتكم اكتشفوه طلعوه استفيدوا منه، فبندلهم عليه وهن بيستفيدوا منه، فبيكتشفوا هن انه هن عندهم كثير قيم ومهارات ايجابيه وبيقدروا يفعلوها. ولما نحطه بشكل مباشر مع هذا العمل، الحقيقة الكل يعني مو بس الخمسة اللي قاعدين على المنبر، حتى اللي تحت كمان شاركوا بالحوارات. ما بدي أقول يعني رائعين، أنا بالفعل قديش أنا كنت بعرفهم قديش هن المميزين، بس كانوا جدا في عفوية في مصداقية، وهذا كتير بيتميزوا بالصدق اللي موجود عندهم، ما في مجاملة ما في لعب على الألفاظ. تمام، كانوا كتير حقيقيين ودائما عم يروحوا بشكل مباشر للجواب اللي لازم يجاوبوا. نعم. أستاذ نزار، عم تفكروا تعملوا ملتقيات بباقي المحافظات السورية، أو تشاركوا مثلا الشباب يلي كانوا معكم بالملتقى يروحوا على غير محافظات يتبادلوا مع باقي يمكن أبناء المحافظات الثانية؟ إذا ما عملنا هيك ما بنكون سوريين. صح. ما هيك؟ فنحن كان فكرة الملتقى أنه يكون من كل أبناء سوريا. هلا حتى المؤتمر كان في نسبة كبيرة من المحافظات، ولكن لأنه نحن بهذا المؤتمر ما كان مهيئ انه يكون عنا إقامة، فكان اللي قادر يكون عنده إقامة فدعينا لحتى يشارك معنا كمؤتمر. الملتقى اليافعين اللي عملناه المرة الماضية جبنا من اجوا من كل المحافظات شاركوا فيه. والتجمع اللي نحن بدنا نطلع بس نحكي عن التوصيات، في تجمع سنوي بده يصير، بده يكون كل سنة بمحافظة. هلا السنة الماضية بدمشق، هالسنة بده يكون باللاذقية منطقة الساحلية، وبدنا نشاركوا فيه من كل المحافظات السورية. وهلا في فكرة انه المؤتمر الحواري يصير عندنا كل فترة، خلينا نقول حلقات حوارية استفدنا منها من هذا الملتقى لتكون بكل المحافظات السورية. ومن كثر ما اجانا رسائل من المحافظات واتصالات بدنا اياكم بدنا اليافعين،
فهلا في خطه ممكن نكون تكون بحلب هلا نعمل شيء ملتقى حواري. طبعا هلا لنحط خطتنا ما بدنا نستعجل، دائما العمل الصح بيكون بطريقه متدرجه وبخطى متوازنه، العجله دائما ما كثير مفيده. ذكرنا انه صار مؤتمر صحفي، لكن بهمنا نعرف اهم النقاط اللي تم طرحها خلال هالمؤتمر. بالنسبة للأهمية هي كانت المحاور اللي حكينا فيها والحوار اللي صار مع الأخوة المسؤولين السيد وزير التربية مشكور وأعضاء مجلس الشعب وممثل أماني ورئيس كشاف سوريا، كان كتير حوار رائع، بالإضافة للتوصيات اللي طلعت من المؤتمر. إذا بتحبوا هلأ نطلع عليهم نقراهم، هني مكتار أنا جايب الورقة معي، ويمكن هلي هون بيجاوب على شيء أنتوا سألتوني. توصيات مؤتمر الأول لليافعين السوريين، أولاً 6 توصيات: العمل على تحويل ملتقى اليافعين إلى مؤسسة اعتبارية ذات هوية وتنظيم تحت شعار وطني هوية وانتماء. فمعناتها نحن بدنا نمأسس هذا العمل يصير له هوية اعتبارية لإله ونشوف كيف بدنا نشتغل عليه. 2 خلق مساحات حوار فاعلة لليافعين، إما من خلال الاجتماعات الدورية أو المنصات الإعلامية عبر صفحات التواصل الاجتماعي للولوج في أفكارهم وتطلعاتهم وانبثاق مبادرات مجتمعية يقوم بها اليافعين متسلحين بحب الوطن وثقافة التطور. 3 تكريس التجمع السنوي لليافعين السوريين على أن يقام كل عام في محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. 4 العمل على تفعيل دور اليافعين الحقيقي من خلال تأسيس، وهي اللي نحن شغلنا شاغل هلأ، ما يسمى برلمان اليافعين ضمن منظومة عمل حقيقية وإيجابية وانتخابات دورية. لازم نبلش نفوت على مجلس الشعب يحضروا، بعدين ليصير لنا برلمان خاص باليافعين، ننظم شيء اسمه انتخابات ضمن المحافظات. أسوة كان عنا نحن على فكرة، وكتير قلال اللي بيعرفوا، كان عنا برلمان الأطفال بيجدير الزور كان مقره وعنا لقلهم مركز وكانوا يجتمعوا ويطلعوا. 5 إرسال رسائل دورية كل 6 أشهر من قبل اليافعين بعد سبرها وجمعها لإيصالها للمسؤولين المعنيين. 6 تفعيل دور اليافعين في مدارسهم ومجتمعاتهم، بيكون بجوز يكونوا ما بالمدارس، ليكونوا شركاء حقيقيين في تطويرها وتجميلها. ذكرت لنا أنه بالسنة مرة رح يكون الملتقى، هل هو كافي أم رح يكون شغل يمكن على مدار المؤتمر سنة؟ المؤتمر العام بالسنة مرة. المؤتمر العام هلأ نحن بده يصير في أنشطة، هلأ طبعا بس نقدم وناخد الموافقات، بلش خلية النحل تبعنا تشتغل ونبلش نحضر، يصير عنا اختصاصات وكل هيئة معينة، يصير في هيئات تخصصية. أنا لحالي ما في، أنا مؤسس، أنا صاحب الفكرة ومؤسسه للمنطقة. يعني نحن بنوجه تحية كتير كبيرة لهالفكرة الرائعة بالفعل اللي عم تلقى اهتمام كبير بهالشريحة العمرية المهمة اليوم بالمجتمع السوري، بناء مستقبل سوريا. بدنا نشكرك كتير على الجهود اللي عم تبذلها أستاذ نزار، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. أنا بدوري بدي أشكركم كتير، وما فينا نحن ما ننهي ما نشكر كمان سيد الوطن دكتور بشار الأسد وسيدة ياسمين الراعية عب محبتها وعطاءاتها، واللي هي الداعم الرئيسي لنا روحيا وفكريا واجتماعيا ومن كل النواحي. وأكيد كمان ما كنا موجودين، ما كنا قدرنا لولا شهداءنا، دماء شهداء الأبرار الأطهار وأبطال الجيش العربي السوري، بدنا نوجه لهم تحية كبيرة وشكرا لكم وشكرا لكل سوري. شكرا. نحن بنضم صوتنا لصوتك، ميرسي كتير لحضورك والله يقويكم هيك دائما بإعمار النفوس أبنائنا السوريين. ميرسي كتير. لابد أشكر اتحاد الوطني طلبة سوريا، كان شريك حقيقي معنا وداعم لنا بشكل كتير كبير. والدكتور عمار ساعاتي والسيدة دارين سليمان. نعم شكرا كتير لك أستاذ نزار سري. أما هلأ مشاهدينا خلينا ننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على أهم المستجدات على الساحة السياسية مع زميلي بهاء خير. صباح الخير يا بهاء. يسعد صباحك ليا. موجز الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. أفاد مراسل الإخبارية الحربي بأن الجيش العربي السوري بدأ عملية عسكرية في القطاع الجنوبي الشرقي لمدينة درعا، حيث يقوم بالتمهيد الناري بمحيط منطقة الصوامع وسجن غرز وشرق مخيم النازحين. بدأت الآن ومنذ لحظات العملية العسكرية بالتمهيد الجوي، لو نستطيع الاقتراب أكثر بعدسة الكاميرا لنرصد هذه المنطقة التي أمامنا، منطقة الدخان، هي منطقة جنوب
شرق مخيم النازحين، وأيضا تطل على طريق السد، وأيضا تطل على منطقة درعا البلد. نصف المدينة أو تقريبا ما يقارب 40% من مدينة درعا هو محتل من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. على مدار الأيام الماضية كان هناك تصعيد إرهابي خطير جدا بإطلاق قذائف ومدافع جهنم باتجاه المدنيين. كان الكل ينتظر الخلاص على مدار السنوات الماضية على يد الجيش العربي السوري. أكد السفير بسام الصباغ المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد أمام الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد في لاهاي، بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تمثل الإطار القانوني الذي أجمع عليه المجتمع الدولي للتعامل مع هذا النوع الخطير من أسلحة الدمار الشامل، وشكلت منظمتنا حجر الأساس الفني في ضمان تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية. اعتبر الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد في نقطة الجمود حاليا، وبأن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن الانضمام للاتحاد. وجاء في الوثيقة حول آفاق توسيع الاتحاد الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أعقاب اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية للدول 28 الأعضاء في الاتحاد والذي انعقد في لوكسمبورغ، بأنه لا يمكن فتح أو إغلاق أي فصل جديد من ملف المفاوضات، ولا يخطط لأي عمل لتحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. في خبرنا الأخير، دعا مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي مواطني دول أمريكا الوسطى إلى ما اسمه تجنب المجازفة بحياتهم وعدم القدوم إلى الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة. وقال بينس للصحفيين في البرازيل: في حال لم تكن لديكم الشروط اللازمة لدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني فلا تفعلوا، وإذا قيل لكم بأنه بإمكانهم نقل أطفالكم إلى الولايات المتحدة فلا تصدقوهم، ابنوا حياتكم في وطنكم. ختام الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا كثير لك زميلي بهاء، وهلا بدنا نرجع نجدد التحية لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يا ريج وصلنا لمساحة جديدة من مساحات برنامجنا صباح نغير، يلي بيعتبر الحساب الذهني من الأساليب يلي بتقدم للطفل زيادة بالتركيز وبالذاكرة، الخيال، مهارات الاستماع والقدرة على التعلم والتصور والثقة وصنع القرار وأيضا الإبداع، مهارات التفكير، صفات القيادية، مهارات الاتصال، السرعة، الدقة وما إلى ذلك. للإضاءة اليوم على هذا الأسلوب وفوائده ومن أي فئات عمرية بتم التوجه للطفل، في معنى اليوم أماني رمضان، هي مدربة دولية بالحساب الذهني. يسعد صباحك أماني. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. صباح الخير أماني. صباح الخير. صباحك. صباح الحسابات السريعة يلي هي يمكن بتعطي كل يعني ميزات خارقة للأطفال. خلينا نحكي يمكن علاقة هيدا الحساب الذهني بالقدرة يلي بتعطيها لكل طفل هو مبدع بالحساب. هلأ بداية رح أعرف لك الحساب الذهني. الحساب الذهني هو تنمية القدرات عند الطفل من خلال استخدامه للأباكوس. الأباكوس هو المعداد، طبعا هذا البرنامج صيني ياباني أصله، من المعروف عنه هذا البرنامج أنه بيصبح الطالب سريع جدا في العمليات الحسابية، من الجمع، الطرح، القسمة، الضرب. طبعا هي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى بدي يتعرف على الجهاز، هو المعداد الأباكوس، بدي يتعرف عليه. بعد فترة من التدريب من على الأباكوس بيصير يقدر يتخيل أي رقم تعطي بطريقة سريعة، بيجمعه بيطرح بطريقة سريعة. العالم كلها بتقلك أنه هو شو عم يعمل وقت تشوفيه عم يستخدم إيديه. هو بيكون متعرف على الجهاز، متعرف عليه، بيشوف شو بيحتوي. بعد فترة كبيرة من التدريب على الأباكوس، لأنه هو رح يقدر بالمرحلة الثانية هو رح يتخيل هذا الأباكوس. ما بيقدر يتخيل هذا الأباكوس إلا إذا كان تدرب على الأباكوس بنفسه. بده يتخيل قبل ما يتخيل بده يتدرب. نعم، يعني في قواعد أساسية أماني للحساب الذهني؟ طبعا في قواعد أساسية، هي مراحله. أول شيء بيكون مرحلة تمهيدية،
المرحلة التمهيدية. بعد المرحلة التمهيدية بتجي 5-6 مستويات بتجمع بس الجمع والطرح غير الضرب والقسمة. بيكون للكبار غير للصغار. بيتضمن قواعد بس هو سلس كتير وبسيط كتير. يعني الكبار وقت يجوا يسجلوا حساب ذهني هلا عم يسجلوا حساب ذهني أكثر من الصغار على قدموا هالموضوع. بيقدروا الكبار يتعلموا. بيقدروا بس عم تتفاوت بيناتهم. يعني الطفل 100% الكبير عم يكون بالخيال أقل من الصغير هي بس. أما المعداد هو مرحلتين مثل ما قلت لك. مرحلة المعداد عم يكون إنه بين الصغير والكبير مثل بعضه بس الخيال بيكون الصغير خياله أوسع بكثير من الكبير. نعم ماني يمكن خلينا بهيدا السياق وخلينا نحكي يمكن في طفل عن طفل بيختلف نسبة الذكاء ونسبة الخيال. خلينا نحكي يمكن كيف هذا الطفل بيقولوا انه ذكي خارق بالذكاء وهذا خياله اوسع للحساب الذهني، فاي اللي بيكون انجح بالحساب؟ انا بقول انه هذا الموضوع يعني يمكن يكون برنامج ثاني بس برنامج الحساب الذهني لكل المراحل ما في مميز حدا عن حدا. طبعا يعني ما بيجي طفل لعنا بنقول هذا مبدع هذا مو مبدع هذا بالخيال مثلا يعني مش شرط يكون شاطر بالمدرسه ابدا. طبعا اكيد هو الحساب الذهني هو مو بيكون مراحل. هو اول ما بيجي لعندك صفر ما بيعرف شيء. انت بتعطيه المبادئ بتعطيه الاساسيات وبيبلش معك كم بس مرحلة؟ احيانا بيكون الابداع يعني مو ابداع طريقه الجواب للرقم بيكون طفل اسرع من طفل. كم مرحله بمر فيها الطفل ليوصل لمرحله الختام بالحساب الذهني؟ مرحله تمهيديه بعدها 5-6 مستويات بعدين بيجوا 5-6 مستويات والكبار عم ياخذون بست جلسات او 7 جلسات بس عم يتعرضوا لساعات كثير يعني من 3 ساعات 4 ساعات من خلال تدريبهم. عم يصيروا على فكره انه ابداع يعني عم يبدعوا ويحبوا اكثر من الصغار. اماني يمكن بدها هي متابعه وممارسه ولا يعني بتروح مثلا بيقولوا لك اللغه لازم تضلي عم تمارسيها مشان تضل مخزنه بالذاكره. حساب الذهني لازم ممارسه كتيرة. هلا لقول لك شغله. هلا هو البرنامج حساب الذهني هو تنشيط عمل الدماغ. انت وقت عم تنشطي عمل الدماغ حتى اذا قطعتي ورجعتي هذا الشيء ما بيأثر. هو اوريدي يعني عم يكون عم يتنشط عمل دماغه لانه فوائده كثير كبيره. تماما يعني هي مو بس انه ممكن يوسع الخيال لدى الطفل طبعاً. او انه هي بس سرعه باعطاء جواب لعمليه حسابيه كبيره. في له مهارات كثيره مثل ما طبعاً. ذكرنا بالبدايه. هلا هو الفائده الاسمى والاعلى هي انه يحل ارقام بطريقه سريعه بس هو في مثل ما حضرتك قلتي فوائده كثير كبيره من تنميه من بيناتهم يعني راح عدت لك كذا. هو فوائده كثيره يعني من منهم تنميه جوانب العقل الايسر والايمن. وقت يحل الطفل ارقام بيكون عم يشغل الجانب الايسر وبالتالي هو عم يتخيل عم يحل عم يستخدم الجانب الايمن بيصير عنده توازن بين الجانب الايسر والجانب الايمن. بمواد ثانيه بيكون هو عم يستخدم بس الجهل الجانب الايسر وفي مواد بس عم يستخدم الجانب الايمن. ما بيشتغلوا الاثنين مع بعض. الحساب الذهني عم يعمل توازن بين الجانب الايمن والجانب الايسر. بالاضافه انه هذا وقت الطفل يكون تعطيه ارقام ويحلها بطريقه سريعه هذا الشيء عم يعزز الثقه النفس عنده. بيكون هيك بحب حاله كثير وقت بشوف حاله كثير. هلا انه وقت يكون الطفل تعطيه ارقام 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 قدام اهله الاهل بيقولوا انه بينبهروا وقت يشوف فرق انه اهله انبسطوا فيه. هو بفكر عن جد حاله مبدع بصير يعني يبدع اكثر واكثر. حتى هذا الموضوع عم ياثر على تحصيلهم العلمي بالمواد الثانيه وقت هي الاهم يمكن لانه البرنامج بحد ذاته هو بيعمل على عده انواع من التدريبات بالتالي بتتنمى الحواس عنده كلها. بتتنمى الحواس السمعيه الحواس البصريه الحواس السمعيه والبصريه والحركيه كل الحواس بتتنمى عنده. بالتالي كيف بنعكس هذا الشيء على تحصيله العلمي؟ وقت يكون عنده ثقه بنفسه وقت تتنمى حواسه كلها وقت يكون عنده قدره على الابداع قدره على التخيل قدره على التركيز هذا الشيء من الطبيعي بنعكس على تحصيله العلمي.
بالبوادي الثانية. نعم أماني، شو دائما بتوجهي للأهل كلمات أو نصائح لحتى يمكن يتساعدوا بهذا البرنامج أنه هو يتنمى أكثر أو يغوص الطفل فيه أكثر؟ هلا وقت الأهالي عم يجوا يفوتوا أولادهم على الحساب الذهني، أنا بس أول جلسة يكونوا موجودين مشان وقت ترجع على البيت بس تمرنوا قبل النوم بربع ساعة. يعني أنا أحيانا ما بطلب منها بالساعات الطويلة، بس قبل ما ينام بربع ساعة. خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة ضمن الكتاب تقول له التمرين مثلا اثنين بس بعد ما حركات الإيد، وأنه قبل النوم يعني تعطيك كذا تمرين، هذا الشيء بيخليه عندي يتقدم أكثر. وهي شو عم يصير وقت عم تجيب الطفل وتحضر الجلسة الأولى، عم يصير عقلها بهيك موضوع، بتصير إنه هي بتصير بدها تسجل كمان، يعني فبيتدربوا سوا، عم يصيروا يتدربوا سوا، عم تحب الأم هالموضوع أكثر من الصغير. يعني بنتمنى نحن هالتقنية وهي آلية الحساب تنتشر أكثر وتصير يمكن تدرس بمدارسنا لحتى تزيد من ثقة الطالب بنفسه. ونحن كتير نشكرك أماني لوجودك معنا اليوم. وأنا الثاني بشكركم وبقولكم أنه المقياس الحقيقي لأي دولة هو الأطفال. الأطفال وقت يبدعوا بيكون هاي الدولة نفسها اللي عم يبدعوا فيها بيكون هو المقياس الحقيقي لإلها. الأطفال وقت، وهذا البرنامج إجا ليستثمر الطاقات الموجودة لدى الأطفال. وبالتالي عم تنضاف طاقة إيجابية لإله، هذا الشيء عم ينعكس على المجتمع وعم ينعكس على اللي حوله. أماني نحن هيك فخورين بهيدا التطور العلمي اللي يمكن عم تقدموه لكل الأطفال، ونحن ناطرينك بحلقة جاية أنت وأطفال أيضا مميزين لحتى نتعرف على الهوى بشكل عملي أكثر كيف بتتم عمليات التدريب. شكرا كثير لإلك. شكرا لإلكم، صباح الخير لكم. يعني يلي يا صباحنا غير بمحطاته وضيوفه بيكون وصل لنهايته. إن شاء الله تكون رحلتنا ومواضيعنا لليوم وصلتكم كل المعلومات المفيدة لكم. لكل حدا حابب يحضرنا بالإعادة فيكم تابعونا الساعة 1 ليلا. بدي أتمنى لكم بقية نهار يحمل كل السلام والخير والطاقة الإيجابية لكم. شكرا لك أريج ويعطيك العافية، وشكرا لكل فريق العمل. أكيد نهاركم سعيد، نهاركم مليء بالمحبة والأمل وكل النجاحات تنور دروبكم. بكرة رح نلتقى فيكم بنفس الموعد. باي 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 باي.